لكم، انا سميه اخصائيه جلديه من المغرب. الحلقه بتاعت اليوم يا بنات انا عايزه اتكلم فيها عن الحمام المغربي بطريقه صحيحه، لان يعني انا شفت فيديوهات كتير على اليوتيوب فيها طريقه غلط خالص. مش ده الحمام المغربي الحقيقي، مش دي طريقته، مش دول مكوناته. يعني في بعض الفيديوهات اللي انا شفتها بصراحه فيها حاجات صح، ده الحاجات اللي بتتعمل، وفي حاجات تانية لا ملهاش اي علاقه بصراحه عن الحمام المغربي بصراحه. فالفيديو ده عايزاكم يعني تتابعوه من اول لاخر، فيه اسرار ازاي تعملي حمام مغربي ناجح في البيت بطريقه سهله وبمكونات موجوده عندك في البيت. المهم يا بنات، دي المكونات بتتقسم لنصين، دول قبل التقشير ودي بعد التقشير. دول المكونات الرئيسية الحقيقية من غير كلام فاضي اللي موجود دلوقتي. دي السر، دي الخلطة السرية بتاعتنا بصراحة، دي الخلطة السرية اللي بنستعملها في اي حمام بنروح له. اول حاجة الصابون المغربي لازم يكون ناشف كده. بصوا يا بنات، هو ناشف مش سايح، ماشي، بيكون فيه بزيت الزيتون وبيكون فيه بزيت الارجان، بس اللي هو معروف جدا هو زيت الزيتون، وموجود منه على فكره في مصر. بس اهم حاجه ان هو زي ما قلت لكم يكون ناشف، ما يكونش سايح، ويكون ريحته ريحه زيتون، زيت زيتون. بعتقد ان اللي هو مشهور جدا في مصر اللي هو ماروكو اويل. انا ما بعملش اشهار، بس بقول اللي انا شفته متوفر هناك في مصر. هتبحثوا على صابون مغربي في النت او عند اي حد بيبيع مستحضرات التجميل هتلاقوه عنده. هنخلط مع الصابون المغربي ايه؟ هنخلط معاه شويه مكونات دول. حاولوا يا بنات تتابعوا الفيديو من اول لاخر عشان بديكوا شويه معلومات تخلي الحمام يظبط معاكوا ويديكوا نتيجه، عشان تعرفوا السر كله او الاسرار كلها بتاعته. ده كركم طبعا، باين شكله. ده كركم، الكركم لما تروحوا تشتريه يا بنات حاولوا ما تشتروهوش مطحون من عند العطار. حاولوا تاخدوه وتقولوا له اطحنهولنا قدامنا عشان يكون بيرفكت، لانه عطارين كتير بيضيفوا عليه ملونات غذائيه، وده مش كويس لانك تحطيه في جسمك، لانه هيلزق وصعب انك تشيليه من جسمك. فانا بنصحك، بنصح اي بنت راحت تشتري كركم لازم ضروري 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 يطحنوا قدامها وبعدين تاخدوا الكركم. الحاجات دي كلها فوائدها لا تعد ولا تحصى. فالكركم مهم جدا انه بيشيل تصبغات، لو هو اصلي بيشيل التصبغات من الجسم وبيفتح لون البشره. ده الصدر، الصدر معروف جدا، هو كمان متوفر كمان في مصر، وهايل هايل هايل هايل. كل المكونات اللي انا هقول لكم عليها دي كلها حلوه نار، وفوائدها للبشره لا تعد ولا تحصى. فما بالك لو انت جمعتيهم كلهم في خلطه واحده، فانت هتعملي حاجه دمار. دي الحلبه مطحونه كمان، متوفره طبعا جدا، متوفره في مصر كمان. ودي الحنه، حنه مطحونه. انا طبعا بعمل الحاجات دي بطحنها كلها لوحدي. يعني انتوا لو انتوا بتعرفوا عطار واثقين من المنتجات بتاعته، هو اللي تروحوا تشتروا منه. اللي الحنه، حنه مش بتاعت مش بتاعت اللي بيحنوا بيها دي، بيقصوا بيها ولا مش عارفه دي حنه اللي بتتحط على الجسم على الشعر، بتكون خشنه شويه. المكونات دي هنخلطها مع عصرة ليمون. لو انت بشرتك حساسة اعملي عليها برتقال، عصرة برتقال. اوكي، انا هخلط الحاجات دي كلها على بعضها زي ما بتشوفوا كده، كلها. انا مش هعملها كلها في حمام واحد، يعني مش هعملها كلها في مرة واحدة، لا، انا هخلط المكونات الناشفة كلها على بعضها. الحاجات الناشفة وابقى استعمل منها كل حمام، اعملها في برطمان بقى، برطمان بتاع الازاز، عشان يحافظ عليها اكتر ويخليها يخلي الفايده فيها ما تضيعش، ماشي. ولما ابقى عايز استعمل الحمام مره او مرتين في الاسبوع، ابقى اخد اللي انا هيكفيني في جسمي، والباقي اسيبه في البرطمان. انا هبقى
هشرح لكم كل حاجه ازاي عشان تحافظوا عليه وما تكسلوش. عارفه لا اول مره بتحسوا انه صعب، انه فيه حاجات صعبه انك تعمليها والكلام ده، بس لما بتحضري وبتخليه في الازاز وتبقي انت كل مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع تلاقيه جاهز، بس تاخدي بالمعلقه وتحطي في الطبق الحاجه اللي انت هتستعمليها وبس، بتحسي ان ما فيهوش اي شغل يعني، فما بتكسليش. طيب يا بنات انا هسيب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصل، ادخلوا واكتبوا المقادير، فاهمه؟ اكتبوها في ورقه عشان تفضلوا فاكرين المقادير كلها، يعني المقادير والمقاسات اللي انتوا هتاخدوها هسيبها لكم في صندوق الوصل. تشتروا كل المقادير بالمقاس اللي انا هديه لكم وتعملوه في برطمان ازاز عشان يقضيكم مده طويله وما تفضلوش تكسلوا وتعملوا حمام وتاخدوا منه اللي هو هيكفيكم في جسمكم كل فتره وفتره. انا اخدت المكونات كلها وخلطتها على بعضها كده وهوريكم بقى هعمل ايه. هاخد مثلا اللي هي معلقه كبيره كده مثلا بتاع الصابون، ماشي، هعمل عليها شويه ميه وحتى ايه اخلي الصابون يبقى سايل شويه اهي، هيبقى سائل كده. انا بصراحه بحب اشتغل بايدي لان انا باكل في وسط الدش فبحب اشتغل بايدي احسن. هاخد شويه من الاعشاب مثلا معلقه كبيره كده او معلقتين على حسب انت بقى اللي هو هيقضيكي في جسمك. هو شويه بس مش كتير قوي وبيعمل بيقضي بصراحه. انا هعمل بايدي، انا ما بحبش اعمل المعلقه، الحاجات دي اصلا ما بتحبش المعلقه، الكلام الفاضي ده، الحاجات دي بتحب ايدك وتدخلي فيها طول وعرض بقى وما تخافيش. هعمل شويه ميه وهعمل الخط بقى كده، تبقى عندي ايه، تبقى زي الكريم كده بس خفيف. زي الحنة بس اخف. عملتها في طبق بس انتوا ايه تحكم عندكم اللي هي البرطمان بتاع الحمام بقى، الحاجات اللي بتستعملها في الحمام، بتستعملي فيها ماسكة الحمام وكده، هي اللي تحطي فيها، هي اللي بتستعملي فيها. انا خلطت كل حاجة، هضيف مية عشان ايه يبقى خفيف، مية دافية شوية مش ساقعة عشان المكونات تنسجم مع بعضها يبقى خفيف 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 خالص كده. بقت منسجمة معايا، احطه تقريبا عصره اللي هي تقريبا معلقة كبيرة كده، معلقة كبيرة عصير ليمون، تقريبا معلقة كبيرة عصير ليمون، تقريبا معلقة كبيرة اكمل بقى. لو جسمك حساس بزيادة، يعني مش حساس بنسبة قليلة، حساس بزيادة خالص، عارفة في نوع جسمه بيبقى حساس جدا جدا او عندهم مثلا عندهم اكزيما، فافضل انه يحطوا برتقال. لو جسمك عادي او عندك حساسية خفيفة عادي، ولو عندك حبوب في الجسم بتاعك برضو عادي عادي عادي، لانه هو اصلا بيشيل الحبوب، البرتقال العمر بيشيل الحبوب، بينشفها خالص وبيشيل الحبوب مع المكونات. خلاص انا خلصت كده، هحطها مثلا في جسمي بالشكل ده، هاجي احطها في جسمي بالشكل ده، بالشكل ده على جسمي كله، على جسمي كله ما عدا وشي، ماشي، جسمي كله، برقبتي، بكل حاجه تحت، بصوا كل حاجه في جسمك باختصار، بكل حاجه. شفتوا ازاي؟ اسيبها في جسمي تقريبا 15 دقيقة، احنا دلوقتي في جو حر ممكن تسيبها نص ساعة احلى حاجة، يعني كل ما تسيبها في بشرتك بيكون احلى، بس ربع ساعة حلو برضو، ماشي، ربع ساعة كده. انا دمار دمار بموت في الخلطة دي خالص، انا بصراحة بموت فيها. بعد ما هتسيب الخلطة
في جسمك ربع ساعة هننتقل للمكون المفيد والأهم والضروري والحاجات دي. الليفة المغربية بقى، الليفة المغربية موجودة كمان في مصر وكل حاجة، بس خدوا بالكم انها تكون بالشكل ده، بس خدوا بالكم ايه ان بالشكل ده هي خشنة بس لما بتتبلى بالمية السخنة لما بتجرح ما بتعورش ولا اي حاجة، يعني هي شكلها خشن كل حاجة، بس والله بجد يعني دي معجزة. انا ما بعرفش ازاي البنات بيقدروا يستحموا وما يستعملوش الليفة دي وما يستعملوش الحاجات دي. انا ما لو عملت كده احس انه انا مش عاملة شاور اصلا، كأني مش مستحمية، كأني بضحك مع المية واطلع من الحمام، بس ما حسش انها تنضب. تتبلى بالمية السخنة خالص لحد ما تنعم، مش هي مش شوية بس عشان لما بتتبلل بالمية بتبقى ايه، بتبقاش كده ناشفة، فاهمة؟ بتبقى شوية ناعمة على كده، فانا ادخلها في ايدي كده بحيث اقدر اتحكم فيها وابدأ ايه استعمل كده، اعمل كده عشان ايه اقشر الجسم بتاعي، مش كده بطريقة يعني قوية، لا بطريقة خفيفة. انتوا هتلاحظوا مع نفسكم ان بدأ ايه بيقشر كده، تحسوا ان فيه تقشير وحاجات طالعة من جسمكم، يا لهوي ايه الحاجات الطالعة دي. بس والله هتنصدموا من النتيجة. تستعمليها بطريقة خفيفة كده لحد ما تطلع كل حاجة، لحد ما انت بتبدي تعملي كده ومفيش حاجة بتطلع من جسمك، ساعتها بتتأكدي ان خلاص انا ما بقاش في حاجة في جسمي وخلاص انا خلصت الحمام وكل حاجه ماي، يعني خلصت التقشير. طيب يا بنات، بعد ما خلصنا التليف وخلصنا كل حاجه والجسمنا نضف وعملنا شاور وبعد التليف والكلام ده، يعني لحد ما بيبقاش في جسمك اللون خالص، يعني لون الحنه ولون الكركم ولون الحاجات دي، يعني تلاقيه في جسمك كويس كويس كويس. بعد ما تخلصوا تليف وكل حاجة هتستعملوا الوصفة التانية اللي موجود فيها، او المكونات سهلة طبعا، فيها شوية بس من السدر المطحون، فيها حمص مطحون ممكن تعوضوه بالترمس مطحون يا بنات، فيها رز مطحون، فيها طعم مغربي، وفيها شوية نشا مش كتير، فيها تقريبا معلقة كبيرة كده، وفيها اهم عنصر اللي هو المسك الاسود مطحون، مسك اسود مسك ابيض مش هيفرق، اي نوع مسك بتحبوه بتحبوا ريحته هيفرق معاكوا جدا وهيخلي المسك وجسمك ريحته تجنن. هخلط كل المكونات زي ما بتشوفوا يا بنات بالشكل ده، وهعمل عليها شويه ميه ورد اللي انا معطراها وشويه زيت على حسب اللي انت عايزه. هعمله واحد عشان تشوفوا كمان. انا بحب المسك ده بصراحه، بحبه قوي. ده بقى اخر الشعر، انا هستعمله كده، هسيبه مثلا لحد ما ينشف، يعني تسيبيه في جسمك لحد ما جسمك يتشرب كل الحاجات اللي فيه، 10 دقايق ربع ساعه على حسب كل واحده والمسام بتاع وشها. اوكي اتفقنا بقى. وبعدين تقومي تشطفها كلك وما تخافيش، حتى لو استعملتيه في مناطق الحساسه ما تخافيش خالص، ومفيش اي حاجه في وشك في مناطق الحساسه، في ركبتك، في كل الاماكن، في جسمك كله 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 ما تخافيش منه، رهيب. فاهماني يا بنات؟ رهيب 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 رهيب. دي الدلكه بقى المغربيه، مش عارفه اوصف لكم ريحتها عامله ايه، مش عارفه فعلا اوصف لكم الريحه، الريحه بتجنن 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 حرفيا، الريحه حلوه قوي 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 قوي. نفسي بجد تجربوه وهيتلاقوا نتيجه معاه، بجد هتلاقوا نتيجه معاه. ده بقى انا هستعمله لوشي دلوقتي لما اخلص الفيديو ده، انا هعمله في برطمان ازاز عشان لما اجي اعمل حمام مغربي الاقيه جاهز، مش هياخد مني حاجه غير اني هحتاج ميه ورد بس، وهحتاج ايه، هحتاج زيت اللي انا عايزه استعمله بس، دي كل حاجه. ونفس الموضوع مع الدلكه الثانيه برضه، برطمان ازاز ومش هتاخد مني اي وقت، في الاول هتاخد منك شويه وقت ومجهود، بس بعدين مش هتحتاجي اي مجهود واي حاجه، وهتاخد معاكي وقت طويل ومش هتكسلي خالص،
ومش قادره اوصف لكم ريحه ايدي بتجنن، ريحتها تهبل تهبل. يعني لو استعملتيه على جسمك مش هتحتاجي اي جل شاور ولا الكلام ده، كفايه ده. والاهم من كده انه الريحه طبيعيه والريحه تهبل، ده الحاجه الاهم. لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتشاركوا الفيديو ده مع صديقاتكم او البنات اللي انتوا بتحبوهم وعايزين فعلا يجربوا الحمام المغربي.